سلبية دبركة كغسة ميسانية نكا ذوغيدي كمال أتا تركي أتعس إن أوهن بليلي أفرية تغنكي مي إيه محبوسكا إيه أبناء اليهودكا إيه آن مانتا أهين صومالي إن إسلام أهين إن أبقال أهين إن وعا إسلام أهين إن هبير قدير أهين ورولا الله يالو ورمض الصومالي يدميان إسلام أهين ورميان الصومالي نيمة جيرين أرور صمالي حداد مقشو أرور صمالي حداد مقشو وأبناء اليهود كي سحردي كهد ايويان فقول كي سنبا مربع لصو ثبلت كرايا ثبلت من كرايا المحايا هايدي خوارجت إيو وحان عنو وحان لهاي براوي إيو قدو إيو البردي يا شعبك الصوماليات إني جودة حرامتها وحسن شيخ محمود بن نيسان أيو إيو شقالها كدك تيمها تسراد إيو أبشر بخاري إيو القبيالة والصومالي مانتا منك نفضوبا يينا وحبك السجن مدى كلا ودوني آذن مدوبي انت ضدك كونفور قلبات اي تشعليهين اي اللي باعنادو تشعليهين انت اسو شرف لي اياي مدحوين الصوماليين نيو اياي براوي يا اذن مذوبي مكالها ريان لكن انو وحاليهي شعبك صوماليينو والله او بالله او طالله وحا اسلين اياي اذن كماها ee musaylimatul kadhabiyadan abnaahul yahuudka ee xasan uu u horeeyo ee maaragtay hormud ay fangareeyayso waa walaalayaalo baraawe asalka baraawe waxay ku taala galmudug ay ku taala bisa koonfur galbeed xildhibaanada habar gidir ee shalay abuurka kicinayay xildhibaanke laga soo doortay baraawe oo kursigiisu uu yahay تضغطني يا تضغطني حل دمان شلي وحيا حيب إني لما تنكويل ماشي تشوغا يروطا وشيغان حسن شيخ محمود لعبه أفر قدبال السيجي حبير قدير أفر يتوبي كل حيب ألا ما أتبي كل يراي كما سوق الله ما أتبي كل يراي بقول سلاشن يا أفر تي حل دمان إكالي محا كتلي قي لحا يستيال أدون كتلي قي لما تنكي ويلنا محاي صدح بقول ايو سديد يلا باقن كي كرسي اي قول لكين يعني كرسي كيفا دياسين اهويد الله ساري ايا وحالا غبائن لغد ديغو لما تنكا حل ديبان مويانا اتنمان حل ديبان نبي اوي قلمح اوي وعبودن اوي هدي ابقال اوي اينا ابقال اوي ويلك او بغنى بنت ابقال يحوال دوي وهراب ماشا ميالو وهداد مقاشو احمد مذوبي ينينك اللي يدادة حمزي وإلمي موغي هراب وقادين ماها مدارضنا ماها إلمي موغي هراب ويان 1993 مركي SNL لدياري نيي ايان لو مقعد حيي موغي هراب بلو بحي موغي هراب هدا حمزي يا احمد مذوبي نحتوين الوحي كتو المن موغة هرابة نمان كان ييدي هنا دي وحي شاقان ايان مقعي ابقال اي شرفت لها اي ازيق لها ايان ما انت سيدي فابلة او ابهد دي مقعي حبر قدر ايو حسن شيخ محمود ما انت شرفتي ابقال او لها ايان دورو مدحوية دي ابقال اللي حسن بالاركاية ما انت صومالي ميي مدحوية حبر قدر دورو والله يا بالله يا الله بيش أبجل أبي السلام سيسي الإمارات كأي كاسلين حتى إسكتب وعيان أي نلا حتى لا يدي صومالي إن إن كان نقول إن ده ده ما طافت وين أبجل درس أبجل بعلي بالورنتي تذكر أبو أدلق الرويان إن هو اسم شيء أو صومالي أو هل ضاف كي إسكو قلم حاجين أبجل بالله يهلا وقتك صومالي أقول لك يا لكن ييدن إسبار الله كاري إيه ييدن
بسرعه وحي ربان شنطي صوماليات بلباتين كاوين ابشر البخاري هي العداله عمر واحد مدامي كتلتو نعيمه كورناي حمر تشوكس بيرتا وحمر اوويش عبد الله قطبي مركي ادم كتلياري وكحيري 1950 وقتي داخلي صدح بلود لجماعة آدمي أبوغيش عبد الله قوط بيوي صومالي ولتقانه مسجد كيف ديا هرر أيها بعد العشاء الله شاري برتاسوك سوى بقاقي أسياد دكتي مروا أسبوع فولي كوبية طوان قول آدمي سيالكي سبحان الله سيالكي أبين نبو كوبية طوان قال بكورك كتري ويديلي كريوايين ويلهي باكم منعيي ويحدي كريوايين ويلهي باكم منعيي يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي صومالي قرن الله تيوح حيلتها ولا الآذنو سيدي نبي الله النوح اي نبي الله الشعيب اي انبياء ذي اله حيبا قد قميصا بل اخرى كونفر قلبات وحيكو قرن لأيهن انا تحي مد الهي قلبي سوء وحيكو توري واختنا قلين ايو وحي الالهام لي صدح تضبات waxaad si diyaariso ayaa lagu dhaqmaa Soomaali maanta warbaahin kale oo xukuma qaadato male waxaan kuugu dhaaranayaa Ilaahay magaciisa karixi soobe markuu dhacay wiigi ka dambeysay ayaa idaacadaha xamar joogo oo dhan loo yeero la marti qaaday gabadha ee secretariyada uu Xasan Sheikh Maxamuud ayaa looga sameeyay kaarar إذا عاد كستا إيه تليفيشن كستا أغاسمي هيسا صدح كون أو دولار أيا الله قري أو لغو يري قبات نسي وحيري ماانتا وحي إنو أوه ده الله إنا وحكا لو أوه ده منا ماانتا حوية نما أوه ده الله إنا بوي وحان إلهي مغي عيسا كتاران أيا إنا حقيقة إذا عاد تليفيشن ندو ياري وحيري صامالي حلقا اسكرنك وأغاسمي ياشي تليفيشن ندو شري صامالي حلقا اسكرنك وحين ما تولى علينا هوية وحن بومبونين كدولة داهين إيا استراش الدولة داهين مش يجي كرتان تي في كستانا قبل لاس أجاسمان تلو يرى وحن لقولي كقر كارر بيوصا ما يصي كمان إذا عضا هوردن كارر بيوصا ما يصي على إذا عدو حالسي يصدح كنا دولار أو إنا أفكا حيرتا أما إنا وحن يرى أمانتو warbaahinta kaliya ee maanta Soomaali u hadashay waa SMC waxa weeyaan waa haweeyaan waxba Soomaalidu ma talaada ka sameeyay ma talaada ka sameeyay warnaa salaad Soomaali mayna dooranin oo intay fod gareysan madaxweyne ka dhiganin waa shaqaale Al-Shabaab isna wuxuu si shaqaaleystay Xasan Sheikh Maxamuud Xasan Sheikh Maxamuud baa wax Alla wuxuu asmaa salaad diye iskale yeyin hadda baraa wajoogta ودال كيلو هي امسى دال هي امسى اسكتي و حسن بيدك في فلسطين و هي و سكتي و هي already و هدم عمرك انو هاكا سيدي عليك دلوري هاكو هاي اسلام ماتاي صومالي ماتاي دوكام فاتباي نغوسيمي دين باي نغوسيمي هالرسل دالمي يفوسكا دغاما يبطل ديسكي و هالرسل دالمي يهلوغا warmaanta wax qabiil la yiraado oo Soomaali badbaadin kara ma jiro wax horgal ah oo xil laga sugo oo maanta badbaadin kara ma jirto kii daarood loo oran jiray isaga waa la liqay kii dir loo oran jiray waa la liqay adarisna iska la isaga la daa daarood Ilaahay wuxuu ku badbaadiyay garaad Cali garaad Ismaaciil iyo labada garaad ayuu daarood ku badbaadiyay oo nuurkii u soo celiyay waxa ishayay marka waxa weeyaan daarood oo la liqay dir oo la liqay een yeydana wax liqday oo hawiye liqday hawiye waa la liqay daarood waa la liqay dir waa la liqay adaris waa la liqay waxa ishayaa maanta waa raaxan weyn maamulka koonfur galbeed iyo yeydaas weeyaan waxaan leeyahay xaqo qul xaqo walaw kaana murra war waxaan leeyahay war wax heer hebel la yiraahdo maanta in badbaadin maayo
دتك وبيجي هذا شوقة دتك ديجان كشوقة دتك ميشة شوقة 1991 كي ميالا أس هرت براوة مس 1000 years بيجت براوة كون سنة بيجت 1991 كي بني بدو إسبار عن بكتي وقاعد عضريق بناي واحد شوقة براوة حكم كي قاعد عضريق هل وفليو يعني صدح مع الموت على سيء إن يسوع ديبان حتى يسوع ديبي ويان والله يا الله حلاهي والله تنا مشا كوريس تيلاس عود كورتيبا كوريس ورنيمن كاهل الله يو أو هلا سلبيو وصدح مع الموت جديد كهيا لان وحكم كقاعد عضريقة والله بين الهبر جدير هين والله بين غير هبل هين ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ويان وكتاب كان إسلام كتاب كان إلهي النسيجي ميورا كاني هين طلق ميورا كاني هين ويل كدمانا يا ميورا كاني هين شرفت مين التاني هين أنا قوة حنفسه وكوبة يا هذا الكواد دبرية يعني وحالها مانتا قول الحق ولو كان مرابا له يجد الميكروفون هذا أي هرمود انت اللي عقاها وشبت أي كهل نيسو وروالا الله يتعالى ورصوماليه وردقال انبدا بلسود دقال مني وخيرنا خير ميل كما قبصنين موسى اوحا ركتي سميني با الاس عالو فود جليلا ورما مانتا دتك عن اركي الا ايو كيني ايو الا ايو نقيل الدقن اي مانتا افر ويلو او اصبارت لغتاي ايو هنتلي او عند عبدي ايو ما تلاد ايو وريالهن وردور ما لدنتي انو وحا لهاي gabdhaha reer koonfur galbeed ee dhulka koonfureed deganow degina waxaan rag ma ahe ee diraayaha siyaha xidhaare hor waxay ila tahay waxba hadalkiis ma saarna war wax xasan sheekh maxamuud leeyahay ma jiro waa maxbuus istaga in la soo daayo oo la soo furto u baahan oo walaaya war miyada soomaali walaal ii heeliya hay'ad gaarada madaxweynaha walaal ii heeliya oo ninkan waa hostess kan kalena waa marxuum وحاويان موغا هرا ديا علما دي الرجالو وقع يضا بانتا أدبا خو سلاما يا معلي هذا موغا هرا موغا هرا معني غورميلو بحي 1993 مركي أحمد عمر جاس وكسماية جوغا والعيد ويريي عير وكويري أرضي أحمد عمر جاسي سوق هذا إلى ما سوق هذا كرنا وساعد كويري أرضي سوق هذا إلى ما سوق هذا كرنا وسليمان كويري ما سوق هذا كرنا أيوة ورني ما كي خير القضبة يقول يا سديد يتوه ويل الرير القضبة وهل شفاء ردين حاتيا أيوة ويا راي يقول إني ما يوحى رطان كارتا kubna waa karraa sala waate orday ahmed umar jees buundada kabsuumu soo istaagay ay iga soo qaada in misaal igu keenaysan ee maalmo waxa lagu yiri waxa ku keri karnaa maxadib oo jira way soo dhaqaaqeen buundada kabsuumay ka soo qaadeen isagoo asir ah ay soo qaadeen waa wallahi billahi tallahi 1993 waa markii SNL la sameeyay way u keenay isagoo xaruntiisii jawaay u keenay waxay soo mariyeen dalka sodan waa nimankii gaadigii ku qortay gardaradiid ee dhinacda kaga qoran jiray aakharamo kaga qoran jiray sagaal kamidii maanta way noosha war anigu waxaan leeyahay ma barbaraye sugbal haa maanta mooga hira markaas marka aday ogaadeen yihiin reer abdulle macnaheey umar jasi maxaa mooga hira macnaheey ay u ogolaadeen mooga mooga hiraab magacaasa loo bixiyay 1993 ee mooga hiraab baa loo bixiyay ee magacaasay qaateen ee waxay xilfi la noqdeen SNA diba ku biireen oo salbalaartii ba ku biireen haddana markii dambe ee carta la soo dhisayay ayaa haddana Axmed Cumar Jees soo lahaa haddana ninka mixwarka u fadhiya ee u fadhiya Masar ee Masar iyo Cabdi Qaasim iyo nimankan isku xiray ee afqayeenka weey waa Axmed Cumar Jees weli meeshana baray haddana ninka xasan sheekh maxamuud keenay waa Cabdullaahi Dheere oo yuhuudda lacagtii diwaanka dhaweyd lagu dooranayo wareegii koowaad 25 kun baa la bixinayay wareegii labaad ee doorashadana
كنتم كم بالله بحيني وري جدا مرة تضلاتهم كم بالله سيني يعني نمان كجهود وشقية ولا يقال حسن شيخ محمودي رجع ويان نمان كان كان نمر كمسارين صاحلين يعني هذول كان ضد كلا الله بنينا يا سومالي وحلاق ربع وحلاق حيو وحلاق دلو سيقولكو زيرو نغضو او داد كالاللوغو بيرت او قايدو هادو مركا ايهو حانا اللوغو تقال ايهو مكو قنعين احمد مدوبة ايه موغا هراب ان لوغو يرو دوالا الفيري قبيل كستا رق ان رق بان لسميستا او لوغو لحضر صدا وقتي ما قران محاكم تلسميسان ايه شيخ شريف سلوهو محمد ديرق عن يري هيسا oo shirkii soo daray iyo xagga joogay oo wiilkii maxamed dheera ahaa inta laga kixiyay lagu yiri orodo xagga nootay markaasii waa gudoomiyaha maxkamadda laga dhigay axmed madooban xasan turki baa lagu dilay oo xaggaas lagu sameeyo charges mareekan boysna aha graffiti si aad markuu Nairobi yimaad saddexdeen gudaganada saddexdeen safiirka mareekanka ayaa siiya een markii dambe uu dhaawacmay ragii ay go'een Sheikh Sharif soo gulbiyay ee uu ka soo gulbiyay meeshaasna waa sidaas yaacni waxa weeyaan magacan damjadiid waa magacyada ay ka dambeysay yuhuuddu magacyo Soomaaliyeed ma aha urur kasta markii la sameynayo rag baa lagu darsadaa een markii Axmed Madoobe ragaas u ahaa yaacni waxa ka garanaysa Sheikh Sharif markii madaxweynaha uu noqdo uu sii dhacayay ayaa wuxuu fahmay qagartii waagii kacaankii la sameeyay waa kii 2003 degmo magacaabay oo ku daray dalka 2003 dii degmo Xasan Sheikh Maxamuud markuu soo galay lagu dhigay kansal oo Soomaalida kala Soomaalidi aan 2020 sano ee kacaankii iyo intii ka dambeysay degmo loo magacaabay inuu degmo yiri magacaabay waa kii lagu dhigay kansal markuu soo galay waa kii kansalay yaani waxa Xasan Sheikh Maxamuud ku waa wax lagu la dagaalamayo Soomaalinimada wax Soomaalinimada inay istaagto lagu dagaalamaya yaani waxa weeyaan maanta waa maxbuus oo haysta Soomaaliyeen waxba ka sugin anuu waxaan leeyahay dagarta Masar weligeed iyo Alaheed waxba inaga ma gelin 17 milyan oo Soomaali ada Itoobiya degan Soomaalina waxa xoreeyay kacdoonkii Oromo ayaa xoreeyay oo ka saaray gabro ee madaxtooyada waaki Xasan Lahaysta oo ah maamul kasti iyo maamul goboleed kasta waaki dhisay aniga waxa ay la tahay danjadi TBLF weeyaan ururadan dowladdeeganka Soomaalida waxay u sameeyeen waxa la yiraahdo deys booliska Soomaaliyana waxa lagu beeray waxa la yiraahdo khawaarijta waa abnaaul yahuud waxaan mar kale ahay nimankan personaliga Xamse hadda wuxuu u yaalaa magacii Mooga Hiraab ee 1993-gii la bixiyay Salbalaar ahaa iyo magacii manifesto ahaa ee Cali Mahdi ahaa ayaa Xasan la isugu geeyay si loo yiraahdo 60 gobol noo qabo codkii ahaa Al-Shabaab maalmihii hore dagaalku bilaabmay Cali Jaysa wuu atamariyay dhul hawiye waanu ka baxaynaa sidii gabadh ahaa markii uu shaydaanku galo faryada bilix ka baxayay waan baxaynaayay aan gelinaa tiib uu fulinayaa oo wuxuu rabaa marka Mooga Hiraabka iyo markayse Xasan Sheikh Maxamuud iyo Damujiid iyo shabaabka way is ogihiin miya way isla shaqeeyaan saas aleeda hal urur weeyaan todobadii sanaba marba magaca laga bedelaa oo wax laga yaraha bedelaa xubnahana wax la yar kala bedelaa la istaba mariyaa waa waxaa lagu yidhi ku Mooga Hiraab baa tihiin xataa ma garanaysa 90 xataa markii dooxada Juba maamulkii la oran jiray cayrka iyo ninkii ahaa muxuu ahaa Barrehiidaale hadda marreexaanka markaa oo dowladdii Cabdiqaasim la soo dhisay maqana Hiraab magac la yidhaahda loo bixiyey oo iyagana maqana Hiraab baa loo bixiyey markii dooxada Juba la sameeyey haa maqana Hiraab baa lagu keenay oo Cabdiqaasim baa markan dambe uu yimi soo risboosaray
او هانتي قاسن ايو وي وي السعودين او waxaa la yiraahdaa qabiil weyn oo ayaa la ayirka nimanka la yiraahdaa xaqan aad la yiraahdaa marka maqara hiraab mooga hiraab madarkii xiraab mudilood hiraab martiila hiraab yaani waxa la rabaa Soomaalida dhanba in la hiraabeyo oo magacan hore magacii hore ee irilka ahaa waxa ka dambeeyay magaca dambe hiraabka ها مركا داروت مركا دلايي عمر جاي صابت داروت ومعني ولد دلايي هوي وحي هاي بيا موغا هراب معي هايين هراب على قد كي حاول حاول ولا هرابي وانك اللي ورنت لي مركا شبين تدارو مركا سيني لوحان كان وقال لي مياه قبا يجيسن قب دوحان جبا قبا يجيسن قبا وحوها قبا يجيسن قبا وحوها ki daarood wiilkii loo dhalay yimid intaanka ayaa singu rahimahullah markii dalku burburay 1991 kii tusa xamar u eegay af gooyaatii saar eegay baa wuxuu yiri dhawr jabinta oo markuu xaggan ka yimid oo baydhabi iyo xudur iyo taas oo dhawr jabinta daarood wiilkii loo dhalay yimid buu waa ahmed marjeys buu gabadha ku riday singu markii dambana mooga hiraab buu qaatay yaani afraad ولكن لدينا مكان madaxweyne macnahe qaado raisul wasaare anigana madaxweyne aan noqdo isla markaana ma arkayse macnahe ma jeerteen hiraab noqon markii la yiri uu diiday isaga uu ka baxay shan iyo toban shir oo Soomaaliya loo qabtay oo shirkii ambagaasi 14 oo ama Addis Ababa ama Djibouti ama Masar ama Nairobi meelo badan lagu qabtay 15 shir oo la qabtay ayuu Cabdullaahi Yuusuf ka baxay oo fashilmay markii dambe ee ambagaasina aan isugu nimid ma jeertan hawdiiray markii aan eeroray isugu nimid shirkii hotel Saragwan laga furay ee la isugu yimid ayaa mid baa wuxuu fuulay ugaaskii ugaasiyada hal la keenay la yiri mid cayr ah oo kuwii ciyaal faacalidii madaxda u ahaa ayaa tu meeshii fuulay baa wuxuu yiri anigu waxaan ugaaskii cayr Hamzahal walaalkii ugaas labadeey ugaas Cabdullaahi oo nin rag ah ayaa intu soo kaliyo kulleetiga saa u qabtay saa soo dhuftay wuxuu ka soo dhaaq meesha nacala aadaa ku yala socodii googaradii xayil kala hayde toddobaadka ku kulligadii jidka yaal faacalidii ay gadanaysay socodii fiin jiray ma hagu geeyay gabdhaha beetiriga ku guri jiray ha ku eebaynin markaas ugaaskii ma reexaan oo wuxuu waa la abtirsan aya ninkii ugu abtir dheeraada ee xagga ugaasnimada saldanada ayaa la siinayaa in mareexaana ayaa markaa wuxuu tirsaday 17 ugaas saasaa lagu siiyay kaarkii ugaaska ugaasyada Soomaaliyeed waxaana dhiciyay Hamzahan Mandheerta walaalkii ugaas labaqeyd oo nin rag ah oo hadda Nairobi nala joogo ni weyna yacni waxa weeyaan labaqeyd waxa weeyaan rabaa inaan ku weydiiyo macnay hiraab hiraab kan oo ogaadeen kale leeyahay maqana mooga hiraabatiin oo mareexaan kale leeyahay maqana hiraabatiin oo macnii jirer weyn leeyahay maqana hiraabatiin hiraab kan lagu leeyahay oo jeerteen kan leeyahay ma jeerteen hiraabatiin maxaa u diiday hawaadle oo hawiye ah hawaadle hiraab iyo murusada hiraab murusada oo curadkii hawiye ah murusada hiraab maxaa loo diiday ninkan xawaadlaha la yidhaahdo sidiisaba sidiis buu ahaa ninkan xawaadlihii weligii gumay sidiid buu ahaa isagu geeley buu ahaa gumay sidiida marka dadkan kalena gumaysigay soo qaadanayeen ma jeerteenna dee weligii iyo allihiiba isagaaba dee boqortooye ahaay oo ma jeerteeno jannada mageli beri la yidhi waa ydhaan dee boqorro ma ka noqonaynaa marka magacan hiraabka ee dadka dhan lagu waxaynayo murusadana maxaa lagu diiday ugu talagalay maahan murusada hiraab maxaa lagu diiday hadii ma jeerteen hiraab kaale yeelay deesha curadkiibu ahaayo wuxuu ahaa
orodka hawiyu bahaayo waxa weeyaan waa hiraab iyo haridid ba la kala yiraahdo wal gelin kari waayay ee markan bay dhaba iyo xubiyo la qabsay aan weynta ayaa waxa la rabay in la hiraabay digil iyo mirif la hiraab may rabaan inay dhahan marka ha asa loo socday 1992 gii shaati guduud iyo abdullahi yusuf ee yaragii de xaga aha iyo sarasoor iyo xar ee walaal ee hiraabkii waa shaqeyn waayay ee hiraabkani waxa weeyaa falsafadii horta irirka ka dambeysay maadaama oo 1967 kii hiraabka lagu soo gudbay haddana in la soo celiya laga baqay marka si dhaahood ka oo kasbado oo ogaaday iyo kaarka labaad waayo bangiga kala duwan kaarkii dambu ahaa kaarkii hadda haddana kaarkii Ismaaciil Cumar Geele dib u soo xoqday laakiin magacan la yidhaahdo hiraabku waqtigaas oo ah 1993 iyo waqtiyadaas waatii sheekhaal laga dhigay maratiila hiraab haweynta shaati guduud iyo cabdillaahi yuusuf oo firxad iyo waa kuwii xaggaa u baxay sidan hadda uu lafta gareen iyo dilay ay u baxeen oo kale u baxeen markii hiraabka dhulka oo dhan lagu qabsaday cabdillaahi yuusuf iyo shaati guduud baa isla baxay waa kuwii soo jabaadeeyey ee xadka kasoo bilaabay isna waa kii xagga xasan daahir aweys iyo yeydan loo diray isna cagta waa kii soo mariyey shaati guduud iyo aada sarasoor iyo xaabsadii iyo raggii ragga ahaana waa kuwii waxa soo xaaqay marka markaasna falsafadii hiraabaynta waxaa baabi'iyey shaati guduud oo heerkii maylaan ahaa iyo cabdillaahi yuusuf maantana deni iyo lafta gareen oo lagu guuray oo meesha lagu gaadhay oo haddana daanada loo tuuray ayaa wixii laakiin maanta daaroodka rajadiisii waxaa soo celisay ss c garaar cali iyo gala dagaalka ninkaasaa soo celiyey oo daaroodka soo celiyey marka haddii hadda ma arkayse mooga hiraab uu joogo macnihi axmed madoobe iyo xamse maqana hiraabkii macnihii mareexaankii ma la soo celin waayey isaga uu siibtay miya maqana hiraab dee waa siibtay waa siibtay oo siyaad baraa soo noolaaday soomaaha oo hadde siyaad baraa soo noolaaday oo waxaa yimid sanad guuradii baa timid oo madaxweyne soomaali in uu dib cagaheeda ugu istaajiyo ayaa yimid midda kale soomaalidu waxay aad u durtaa baarlamaankii 214-ka ahaa maaragtay xasan sheekh maxamuud doortay yeydu waxay u diyaarsanayd haddii farmaaje uu meesha ku soo noqdo sida ka socota khartuum ka socota in ay xamar u galaan marka dadkay qaldi lahaayeen ma la fahamsanayn laakiin farmaajo inuu meesha ka baxo oo hadda iyagu wejigooda soomaaliya aragta beelay ahayd laa ilaaha ila allah waxaa la ciyaaray kaarkii ugu weynaa xildhibaanadii 214-ka ahaa waxay badbaadiyeen marxaladii markaa taagnayd oo habeenkii waxaa diyaaray haddii lagu dhawaaqo farmaajo in la is-umulo dooxo oo tuuti iyo huutu ay ka dhacdo ayaa lagu talagashanaas laakiin hadda waa la bartay maadan arkaynin khudbadii sheekh shariif maadan arkaynin xaq bay ahayd in farmaajo lagaa badiyo inuu haasi maadan arkaynin leen isagu weli waa yaraha imaan buu leeyahay islaamnimaa ku hadday moogtay sheekh shariif waay marka hadda kaarkii hiraab uu shaqayn waayey marka hadda kaarkii irir soomaalaan la soo baxay soomaan ugu dambeyn kaarkii waxaa burburinaya maanta jamhuuriyadda puntland ciyaartay iyo ss c iyo koonfur galbeed iyo gedo markaa way iska dhimanayaan xaquna waa sarraynayaa wixiina maanta waa la nacay marxuun iyo maxbuus iyo taliyaha labada aaali nafsadiisii marbuu ra-iisal wasaare noqday marka dhulbaanta hiraab maa la yidhi gala
إذنكنا ما يا والدي ده واقي يري دمر دمر إنك دعي تبع بدي واقي يري يري دعنا مدلول باسكت تكانا دعنا دعنا بنادر باسكت تكانا واقي ودن شيء سو واقي كبحي ماشاء ولا جرين كري واي أدي أدو ما سني هاي كاسة وحها محمود فرح وماركيس استوديا وربعين تسمسي إنه هو الرماي ولا ليال برنامج كان هالكاسة أيام وكسو قبل قبلين دعنا فيلا صومالي وحي كسو كرنا وربعين تسمسي وربعين SMC ويدين لسه عطسين دون تهدي إلهي قا ودلا وكرر على النقطة مروا الباوي حان أتاقن هاي إن وحي الجراء أن إذي سوت تبينه هذا بحسن شيخ محمود ننقو آنكو إساقو لي هاي ماهن وحي يردب أيان إساقو نقونا إنا باشا عالم كل كل باي باشا عالم كان آد بي أسو عنانتين وحي كو يرادين استيت كمايلان صاحب عاسبة ديسي قبل كيسي كالليحو هدي كلا أهي هذا بقولك السجى ملأ هذا وحوي الشركة والوجراء ما هاد صلاة يفقي أيام أركيسة كقصبي إن لفت جرنديب ولا كل ما يقدونك برلمان كهذا المدوبي برك عزيز الشيخ محمود الدين ريموت كنترول لقى حاجة واي يا كله ما هاد صلاة سو ما هن السجى عليه سو إسكت يدنا اشتركوا في القناة.